صباح الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال. هكون معاكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيقولوا. أنا نسمة عبد الوهاب، كل يوم أربع لمدة نص ساعة من دلوقتي. بس في البداية خلونا نرحب بزمايلنا اللي هيشاركوني الحلقة النهاردة. صباح الخير يا إيمان. صباح الفل يا نسمة، أخبارك إيه؟ صباح الخير. صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا على قناة الصحة والجمال وفي برنامج بيقولوا. صباح الفل عليك يا أمجد. صباح النور يا إيمان، وصباح النور يا نسمة. النهارده يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم بيقولوا. بيقولوا سبحان مقلب القلوب ومغير مقامات الناس في قلوبنا. الحقيقه اللي ما نقدرش ننكرها ان التغيير سنه كونيه. كل يوم بيمر علينا بيحصل فيه تغيرات في حياتنا وفي ظروفنا وفي شخصياتنا وطباعنا واشكالنا والاحداث اللي حوالينا وايديولوجياتنا ومنظورنا للحياه. بس اخطر انواع واشكال التغيير هو التغيير في مشاعرنا. يا دي المشاعر، سمعت شيرين وهي بتقول لك يا دي المشاعر؟ فعلا المشاعر دي يمكن بالرغم انها تبان سلسه كده وبسيطه وسهله، الا انها من اكتر الحاجات المعقده في حياتنا. كتير مننا بيلاقي ان مشاعره ناحيه ناس اتغيرت وهو مش فاهم ليه، ويمكن سبب رعبنا منها او من تغيير المشاعر انها دايما بتبقى مبهمه مش مفهومه. يمكن كلامك يا نسمه عن تغيير المشاعر ده خلاني افتكر حكايه كده حصلت مع حد قريب مني من فتره طويله شويه. كانت بنت وحيده باباها ومامتها، وكانت بتحب باباها ومتعلقه بيه بطريقه مش طبيعيه او بطريقه كبيره بصوره كبيره، يعني بما انها وحيده يعني. باباها كمان كان مدلعها جدا وبيلبي لها كل رغباتها. في فتره حصل خلافات بين الاب والام ادت للطلاق بعد فتره. فطبعا البنت دخلت في حاله نفسيه مش كويسه قوي، لان هي متعلقه بباباها جدا. بعد شويه الاب قرر ان هو يتجوز ويسافر ويسيب البنت ومامتها. فطبعا البنت ما بقتش قادره تستوعب ازاي باباها اللي هي متعلقه بيه بالطريقه دي هيسيبها ويسافر. لكن الفكره ان هو وقتها طمنها وطمنها جدا ان هو مش هيبعد عنها، وان بعده عنها ده هيبقى حاجه مؤقته وبعد مجرد بعد مسافات، لكن هو كأب مش هيبعد عنها كأب. هيستمر في التواصل. بالظبط كده. خاصه ان بتبقى العلاقه ما بين الاب والبنت بتبقى علاقه مميزه ولها خصوصيه غير اي علاقه ثانيه، يعني ده حقيقي جدا، وخصوصا انها كمان وحيده. بعد فتره من الوقت طويله شويه للاسف الام توفت. في الفترة اللي فاتت دي كلها كان اللي مسؤول عن البنت ومامتها هو خالها. خالها كان طبعه عصبي شوية، وإحساسه بالمسؤولية ناحية البنت ومامتها خلاه يعني عنده شوية حدة في التعامل، خلاه بيعاملهم مش بقسوة بس يعني من كتر خوفه عليهم بقى طبعه في حدة كده مع القسوة. فكانت البنت طبعا مش متقبلة ده، وخصوصا انها كانت شايفة فرق التعامل بين خالها وبين باباها. بابا حنين وخاله حاد شوية. بالظبط. لما ام البنت توفت طبعا اول حاجه فكرت فيها انها جريت على الاب، لجأت له، لان هو كان بالنسبه لها الظهر والامان والسند، هو كله حاجه حلوه بالنسبه لها او الحاجه اللي باقيه لها. الاب طبعا كان مشغول، خدته حياته بره، خدته الحياه الجديده والشغل الجديد وكل حاجه خدته، فكان مشغول وما قدرش ينزل يقف جنب بنته. البنت في الوقت ده ما لقتش حد جنبها غير خالها، خالها اللي هي كانت شايفه ان هو قاسي جدا عليها. في الوقت ده حست ان خالها الوحيد هو مصدر الامان بالنسبه لها، هو الايد اللي طبطبت وهو الظهر وهو السند. طبعا لانها ما لقتش ابوها. الخال اكيد بيبقى سند وبيبقى والد وبيبقى ظهر لبنت الاخت. هو مش في كل الاحوال، بس هو في الحاله اللي احنا بنتكلم عليها كان هو فعلا بالنسبه لها كده. فين بقى بعد ما الاب افتكر ان ليه بنت ونزل لها وحس بالندم ان هو ما كانش جنبها وقت وفاه مامتها، نزل يطلب منها انها تسامحه. البنت ساعتها قالت له رد غريب جدا، هو الاب نفسه اتفاجئ من رد فعل بنته. قالت له ما تطلبش مني اسامحك لاني اصلا مش زعلانه منك. انا مش حاسه ناحيتك بولا حاجه. انا اصلا مش حاساك. امتى وازاي البنت وصلت للمرحله دي هي نفسها ما كانتش فاهمه. ايمان، كلمه ولا حاجه دي كلمه صعبه قوي. احساس الولا حاجه ده احساس بشع جدا، ولما بيتكرر كتير قوي يحصل لي انكسار ويحصل لي الناس اللي حواليا تخزنني اكتر من مره. موضوع الولا حاجه ده بيربي عندي حاجه اكبر كتير منها وهي التبلد.
ما بقتش حاجه اتحوق فيا، لا انا بتفاعل مع حد بالايجاب ولا بتفاعل معاه بالسلب، كل مشاعري بتبقى متجمده، مش قادر اعمل ده، ببقى تعبان جدا جدا ومش حاسس بحد. معاك حق يا امجد، يعني احساس فعلا مخيف جدا، مخيف جدا ان مشاعرك ناحيه حد هو بالنسبه لك شخص عزيز او شخص بتحبه يتقلب 180 درجه، يبقى على النقيض تماما او انه حتى ما يبقاش موجود. بس يا ترى ايه اللي ممكن يوصلنا للمرحله القاسيه دي، وايه اللي ممكن يخلينا نوصل للمرحله دي من تغيير المشاعر؟ هنعرف الكلام ده كله وهنتكلم معاكم في كل التفاصيل بس بعد الفاصل. خلونا نروح لفاصل صغير ونرجع لكم تاني. أهلا مشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وحلقة جديدة من برنامجكم بيقولوا، وهنكمل موضوع حلقتنا النهاردة وهو التغيير في المشاعر. علشان نفهم التغيير في المشاعر لازم نفهم الأول مشاعرنا بتتحرك إزاي. مشاعرنا أساسا بتتكون نتيجة أفكارنا، هي الطاقة المتولدة من أفكارنا اللي بتتأثر بمؤثرات خارجية ومؤثرات داخلية. يعني إيه مؤثر داخلي ويعني إيه مؤثر خارجي؟ المؤثر الخارجي شفت مشهد تعبني، شفت حادثة قدامي فتأثرت، شفت دموع طفل صغير، ده مؤثر خارجي. المؤثر الداخلي انا افتكرت حد عزيز عليا، افتكرت ايام تعب، افتكرت بقى ايام نجاح، افتكرت ايام فيها عمل حلو انا عملته. في مشاعر جات لي من خلال الافكار الداخليه دي ومن خلال الافكار او المؤثرات الخارجيه. الدراسات قالت ان كميه المشاعر تطلع جوانا بتطلع من الاثنين دول بنسب مختلفه خالص، والنسب احنا مش متوقعينها ابدا. المؤثرات الخارجيه 5% بس، لكن المؤثرات الداخليه 95% معتمد على افكارنا احنا. ده معنى كده ان كبيره جدا فعلا يا امجد. معنى كده ان احنا مسؤولين اصلا عن المشاعر، معظم المشاعر اللي بتتصدر. بالظبط، انا المسؤول عن صورتي الذاتيه، انا المسؤول انا شايف نفسي ازاي وعايز احس بالامور ازاي. طبعا ده هيخلينا نروح لنقطة مهمة جدا، إن مين المتحكم في مشاعرنا؟ إحنا اللي بنتحكم في مشاعرنا وبالتالي بنتحكم في ردود أفعالنا، ولا مشاعرنا دي بتتولد نتيجة مؤثرات داخلية وخارجية فبتخلينا ناخد شكل معين من الردود الأفعال ومن السلوكيات؟ الحقيقة القصة اللي كنا بنتكلم عنها في البداية، إن البنت اللي مشاعرها اتغيرت تجاه والدها وأصبحت من مشاعر إيجابية ومن مشاعر قوية كلها عاطفة وحنان وحب وثقة وأمان، لمشاعر اتقلبت لمشاعر سلبية أو ولا حاجة أو اللا مشاعر نتيجة للخذلان والقسوة زي ما كنا بنتكلم في البداية. إحنا بنعرف نقدر نوجه مشاعرنا وبيبقى عندنا وعي كافي لتوجيه مشاعرنا. الحقيقة البنت دي لو كانت قدرت تسامح والدها وقدرت ان هي تقعد تسمعه وتتكلم معاه كان اكيد القصة مسارها هيتغير. الكلام في المشاعر مستمر معانا طول الحلقة، والتحكم في المشاعر شيء مهم جدا. تحكمنا في مشاعرنا هتحدده جوانا احنا حاجة تانية خالص، طبيعة كل شخص فينا. في شخص بيفكر اكتر، التفكير والمنطق العقلاني واخد جزء كبير قوي من اتخاذ القرار، وفي شخص تاني مشاعره فقط هي اللي بتتحكم في الموضوع وعقله بنسبه قليله جدا جدا جدا. خليني احكي لكم تجربه حصلت اسمها المارشميلو، هتسمع عنها قبل كده؟ لا. تجربه المارشميلو دي تجربه جميله جدا، طبقوها على اكتر من طفل صغير وتتبعوهم بعد كده عشان يشوفوا نتائجها هيحصل فيها ايه، الولاد دول بيتعملوا ايه. عملوا حاجة جميلة جدا، حطوا قدام كل ولد لوحده على انفراد طبق فيه 5 قطع مارشميلو. ال5 قطع مارشميلو دول المفروض بتوع الولد وهياكلهم عادي جدا، كل ولد فاهم كده، بس ادوهم سبب صغير كده وادوهم ملحوظة صغيرة، لو سبت الطبق بتاعك وما اكلتوش لمدة 20 ثانية هتاخد 10 زيادة على الخمسة اللي معاك. طبعا في ولاد ما قدرتش تستحمل ال 20 دقيقة او العشر دقائق دول وكالت الخمسه موجودين في الطبق، لكن في ناس تانيه ما عملتش كده، استنت وفازت واخدت الزياده الاكسترا اللي قالوا عليها. تتبعوا الاطفال الصغيرين دول ولقوا حاجه جميله قوي، لقوا ان اغلب الاطفال اللي اتحكموا في مشاعرهم هم اطفال ناجحين جدا وواضحين جدا في مشاعرهم وفي كل حياتهم اللي بعد كده.
التجربه دي بتدينا نتيجه جميله قوي، وهي انا ممكن اتحكم بقدر كبير قوي في مشاعري واللي هيحصل عنها بعد كده، النتيجه بتاعتها ايه. بس انا يمكن يا امجد بشوف الموضوع من زاويه مختلفه شويه، بشوف ان الموضوع ممكن يتقسم مع الشخص واحد لمرحلتين. يعني مثلا زي ايه؟ لو انا داخله حب جديد مثلا، في بدايه العلاقه دي بتلاقيني انا مش قادره اتحكم في مشاعري، مش عارفه اوجهها لاني ما ببقاش فاهماها اصلا. يعني ممكن تلاقيني حاسه ناحيه حد بحاجه وانا مش عارفه اصلا الاحساس ده جاي منين وسببه ايه، فبالتالي انا مش قادره اتحكم فيها. بعد شويه بقى لما يبدا فيه هات وخد وتبدا فيه مؤثرات خارجيه ويبدا فيه مشاكل تحصل ويبدا فيه حاجات سعيده، بيبدا بعد وقتها العقل ياخد وضع الاستعداد ويبقى عاوز اللي هو لا انا لازم اعمل هنا وقفه ولازم يبقى ليا كنترول على المشاعر دي وابدا اوجهها في الطريق حسب المصادر اللي بيصدرها له الشخص التاني او المؤثرات اللي بيصدرها له الشخص التاني ده، سواء كانت مؤثرات سلبيه ولا مؤثرات ايجابيه. بس برضو يا ايمان في حاجه من كلامك واضحه ان برضو الشخصيه بتاع الفرد بيتوقف عليها حاجات كتير جدا في تحكمه لمشاعره، وزي ما كنا بنتكلم ان الشخص العقلاني بيعرف يوزن الامور وبيعرف يتحكم في مشاعره غير الشخص العاطفي. يعني الشخص العاطفي ممكن يبقى متسرع في البدايات في مشاعره. انا ما عنديش اعتراض على ده، انا بتكلم ان الشخص الواحد ايا كان هو عقلاني عاطفي ممكن يمر بالمرحلتين، يعني مش هيبقى على طول الخط هو عقلاني وعلى طول الخط عاطفي، لا، الفرد الواحد ممكن جدا يمر بالمرحلتين، يبقى في فتره من فترات حياته او مع اشخاص معينين هو قادر يبقى عقلاني، ومع ناس ثانيه هو لا خالص مش قادر يبقى عقلاني خالص والموضوع معاه عاطفه وبس. ده اللي كنا لسه بنقوله حالا، دي طبيعة كل واحد والتاني. هتلاقي الشخص العقلاني يعني سن عقله متصدر في الموضوع، هتلاقي الشخص العاطفي عواطفه سابقة شوية، لكن هي دي طبيعة الشخص. وده آخر بيتعامل بقلبه وعقله، يعني ما نقدرش نفصل بين الاتنين. وده يخلينا محتاجين نروح لنقطة لازم نقف عليها، اللي هي ايه الحاجات او الاسباب اللي ممكن تخلينا او توصلنا ان احنا مشاعرنا تتغير. اول حاجه ممكن توصلنا ده زي القصه اللي قلناها في الاول، كانت الالم والخذلان، انها حست بخذلان، حست بالم، حست انها مستنيه حاجه من باباها ما ادهلهاش بالقدر الكافي او ما ادهلهاش خالص، فهي في الوقت ده حست بالم وصلها ان مشاعرها اتحولت 180 درجه لدرجه ان هي نفسها ما بقتش عارفه هي المشاعر دي اصلا موجوده ولا مش موجوده، هي بتحبه ولا ما بتحبوش، هي قادره تتحكم في مشاعرها ولا لا. طب يا ترى تغيير مشاعرها ده كان مؤقت، يعني بسبب موقف، يعني انا من فعل الصدمه فانا دلوقتي مش حاسه حاجه وبعد كده ممكن ابدا احس تاني، ولا لا الموضوع غير كده خالص وان الصدمه اللي عملها لها والالم اللي سببه لها خلاها مش حاسه اي حاجه خالص وده هيبقى مستمر معاها الفتره. تاني حاجه ممكن توصلنا لمرحله تغيير المشاعر هي ان انا اتحول او ادراكي يتحول. تمام. ادراكي يزيد، ادراك وفهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا خبراتي الحياتيه تزيد، درجاتي العلميه ادرس، اقابل ناس، اتعلم، في حاجات كتير جدا بتنمي المخ، بتخلي اتنقل من مرحله لمرحله، فبتخلي نسبه الادراك عندي مختلفه عن ما كانت زمان، فبالتالي متطلباتي اللي انا كنت ارضى بيها زمان مرضاش بيها دلوقتي. وده كمان بيندرج تحتيه اللي هو النضج. يعني مثلا زمان كنا نيجي في ابن الجيران نسمع كتير جدا عن حكايات ابن الجيران وحبيبي في المدرسه بقى في ابتدائي، حبايب ابتدائي ده كان مشهور جدا، والورده اللي جوه الورده اللي جوه الكتاب اللي كانت لازم تنشف ولازم احتفظ بيها، ما فيهاش ريحه بس لازم احتفظ بيها. اللي كنت بحبه او اللي كنت ممكن اشوفه بالنسبه لي فتى احلام وشخص انا برتاح له واقدر اتكلم معاه وانا في ابتدائي، غير في اعدادي، غير في الجامعه، غير بعد 30 و40، كل مرحله بيبقى ليها متطلبات معينه. في حاجه كمان اللي هي انا شايف ان الوقت كمان عامل قوي قوي في كل ده. طبعا الوقت، لو انا وواحد صاحبي كنا زمان بنخرج مع بعض وفترات طويله جدا وفي الجامعه لينا ذكريات، بنزوغ محاضرات سوا، بناكل سوا، بنقضي اكتر وقتنا مع صاحبي ده او صديقي ده اكتر من البيت. لو سافرنا بقى وابتدينا نشتغل بعد ما خلصنا الجامعه وكل واحد راح في حته، لما بنتقابل تاني ما بيحصلش نفس حراره المشاعر اللي كنا فيها، بيحصل نوع من الجفا البسيط كده، ولو زاد الوقت بيزيد الجفا وبحس بالولا حاجه برده تاني. بعد ما كنا قريبين قوي ده تغيير سلبي حصل، بعد ما كنا قريبين قوي بقينا بعاد قوي عن بعض.
وخاصة إن كمان الحياة بتاخد الناس وال يعني المشاغل بتاعة الحياة ومسؤوليات الحياة بتاخد الناس. كلامك ده يا أمجد هيخلينا نتكلم عن إن في أسباب فعلا بتكون منطقية بتخلي المشاعر تتغير، زي الإهمال أحيانا بين الأزواج، عدم تقدير طرف من الأطراف في العلاقات سواء كانت علاقات زوجية أو غيرها، القسوة والجفاء، عدم الأمان، أسباب كتير جدا، بس في الأول في الآخر بيكون في سبب واضح وصريح بيؤدي لتغيير المشاعر. على الجانب الآخر في بيحصل ما بين المخطوبين أو ما بين حتى أي اتنين متزوجين، إن طرف من الأطراف يجي يقول للطرف التاني أنا خلاص مش حاسس بأي عاطفة تجاهك، مش حاسس بأي مشاعر، مش عارف إيه السبب اللي أدى لده. الموضوع ده بيحسس هو مصدوم، انا مش فاهم حاجه. دي حقيقه، بدون اسباب وبدون مبررات الشخص نفسه بيحس بذنب كبير جدا تجاه الطرف الثاني، بيبقى مش عارف ايه اللي وصله للمرحله دي، واحيانا فعلا بيكون بدون سبب، وبالتالي الطرف الاخر بيتاثر، ممكن يخش في دوامه اكتئاب، يأثر عليه الموضوع نفسيا وبالتالي عليه جسديا وعلى صحته الجسديه. فايه اللي يخلينا نتجنب الامر ده؟ اكيد ان احنا نكون عندنا وعي في العلاقات وفي البدايات، وهو في الأول في الآخر طبعا سبحان مقلب القلوب، يعني هي القلوب من أصابع الرحمن بيقلبها كيف يشاء. فلما ندخل في علاقة في البدايات بتبقى أحيانا الإنسان عنده احتياج للحب وعنده احتياج أنه حد يهتم بيه وأنه يتحب وعنده إشباع، عنده فراغ وعايز يحقق إشباعاته العاطفية، ففي الحالة دي بيبقى داخل العلاقة باندفاع وبدون يعني ما يوزن الأمور، وبعد كده يفاجأ إن هو مش حاسس بأي حاجة تجاه الطرف التاني، وبالتالي بتحصل دروب أكيد في العلاقة. ما هو ده اللي احنا عايزين نتجنبه واللي بنتكلم فيه النهاردة. احنا التغيير المبرر والتغيير غير مبرر. التغيير المبرر هو أنا عارف السبب فأنا هبقى سنة مرتاح، ولو أنا عندي تحكم في مشاعري خلاص هيبقى الأثر أبسط شوية. لكن لو كان التغيير غير مبرر، واحد عرفه فجأة اتغير عليا وانا مش عارف اتغير ليه وما اتكلمش معايا، ممكن اكون غلطان على فكرة بس ما قاليش او انا مش واخد بالي، فالتغيير ده بيبقى مؤلم جدا بقى، وده اللي بسببه بيحصل كتير قوي مشاكل نفسية، ومنها تودي اكتئاب، والاكتئاب يوديني لمشاكل كمان جسدية عند بعض الناس. كل ده بيخلينا محتاجين نعرف عشان نتجنب كل الكلام اللي بيحصل ده، ازاي اقدر اتحكم في مشاعري، ازاي اقدر اديرها بطريقه سليمه من البدايه خالص. لان لو حصل التغيير ده سواء انا الشخص اللي مشاعري اتغيرت ناحيه حد وهبقى حاسس بالذنب لان انا الشخص التاني ده ما عمليش حاجه اصلا، تمام، وده يا ايمان هيوصلنا ان المشاعر بيحصل نتيجه لتغيرها اكيد نتائج كتير قوي، ويا ريت بقى امجد توضح لنا الاكثر نتائج ممكن تدخلنا فيها نوبه تغيير المشاعر. تغيير المشاعر هيدينا في اتجاهين، اتجاه سلبي واتجاه ايجابي. لو قدرت اغير مشاعري دايما في الاتجاه الايجابي انا كده بكسب، لكن لو انا غيرت مشاعري في اتجاه سلبي اكيد انا بخسر وبخسر اللي حواليا كمان. تمام، فعلا لازم ان احنا نبقى عندنا قدره ان احنا ندير مشاعرنا ونديرها بصوره سليمه ونتحكم فيها، ونكون عندنا وعي ما نخليهاش هي اللي تتحكم فينا عشان نقدر نطلع لبر الامان. خلونا نخرج فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا في تغيير المشاعر. تاني بعد الفاصل ولسه مكملين في موضوع حلقتنا النهارده واللي بنتكلم فيها عن تغيير المشاعر والاسباب اللي ممكن تؤدي لتغيير المشاعر ده، وازاي نعرف
نديرها. وكان سؤالنا قبل الفاصل هو ازاي نعرف ندير مشاعرنا ونتحكم فيها بطريقه سليمه، بطريقه ما توصلناش ان احنا نتاثر سواء جسديا او نفسيا بعد ما يحصل التغيير ده. واول حاجه لازم نعملها علشان نقدر نعمل التحكم وان احنا ندير مشاعرنا بطريقه سليمه، هي ان احنا نكون حاطين لها من البدايه اسس وقواعد احنا ماشيين عليها، واولها واهمها الوسطيه والاعتدال. بالبلدي كده يعني لازم ما بقاش اوفر، لازم ابقى عندي اعتدال في كل حاجه انا بعملها حتى في مشاعري. يعني مثلا لو انا بحب حد احاول ان انا ما اخليش مشاعري ناحيته تكبر بصوره كبيره جدا وانا مش عارفه هقدر اقابل التغيير ده ولا لا. كمان لو انا فعلا وصلت لمرحله الحب ده احاول ما بينلوش ده بصوره كبيره بحيث ان هو ما يسيئش استغلاله، وكمان ما يخلينيش اتاثر ان لو هو اتغير، لو حصل في اي وقت واتغير لازم ابقى انا حاطه الفرض ده من البدايه وعارفه ازاي هقدر اتعامل معاه. كويس جدا يا إيمان، الاعتدال والوسطية والتوازن زي ما كنت بتقولي في العلاقات ده هيخلي حتى لما يحصل تغيير طرف من ناحية التاني هيحصل عندنا نوع من أنواع التدرج، ما الأمر ما يتمش بصورة مفاجأة، وده هيخليني إن أنا داخل العلاقة أقدر كمان أتحكم في مشاعر اللي قدامي إن هي ما تتغيرش تجاهي، أكيد بالكلمة الطيبة، وإن أنا أتحكم في غضبه وأمتصه وأمتص توتره وقلقه. وده هيخلينا نتكلم عن ازاي نعرف نعمل ده يا امجد. هنعمله بحاجه واحده بس، التقبل، اللي هو شعبنا المصري البسيط بيقول عليها الرضا. كل ما كنت راضي كل ما كنت بتحكم في مشاعري قوي، مش هتبقى مشاعري بتتطرف ناحيه العاطفه الزياده قوي او ناحيه النشفان والعقلانيه الزياده قوي. لنعلم ان التغيير نحو الافضل يكون بانصاف القلوب، وأن أنصاف القلوب لا يكون بأنصاف المشاعر. حلقة النهاردة كانت حلقة مميزة جدا بوجود إيمان ووجود نزمة معنا في الاستوديو. شكرا يا أمجد. حلقة مميزة جدا برضو بوجود حضراتكم ومتابعتكم. نشكركم ونشكركم على تواجدكم معانا النهاردة، ودمتم في كل صحة وسلام.